السلام عليكم، ما تعرفون هاي الفلوقات المستمرة ايش قد تتعبني. بس بإذن الله ماكو شيء راح يوقفنا، خاصة بدعمكم ووقفتكم ويا اخونا عمر زكي. اشكركم على هاي اللايكات اللي تعطونيها، على هاي التعليقات اللي تحفزني، اللي تشجعني، اللي اقراها، اللي اعطيكم عليها قلوب. وقبل ما نبدا الفلوق، ترى انا هسه حاليا مسوي بث مباشر على الفيسبوك، عمر زكي جيمنج على الفيسبوك جيمنج، رابط البيج موجود اسفل الفيديو. راح اسوي بث 5 ساعات، يمكن ببجي راح نلعب سويه. تعالوا نلعب سويه، سولف وياكم، ما اطول عليكم، مشاهده ممتعه للفلوق الزين. بهاي الحياه انا تعلمت شغله ودائما معلمكم اياها، انه اللي ينتقد الناس ويحكي عليهم هذا أسوأ منهم، واللي ينحكي عليه دائما هذا مرات يكون احسن منهم. احنا العراقيين بنكتنا وبحكينا هواي ننتقد المصلاويين والاكراد، واللي هو سبحان الله كردستان من افضل المناطق بالعراق واكثرها امانا واكثرها تطورا، والاكراد من افضل الناس واكثر الناس اخلاقا وطيبه. انا تعاملت وياهم، اذا تتذكرون فلوقات بكردستان او اربيل، رجل عمتي ترى كردي، رجل اختي كردي، وايضا دائما نحكي بنكتنا على المصال وانه بخيلين وهيجي. هسه اللي طاني هذه الكاميرا هو شخص مصلاوي، واكثر الناس بهذا المؤتمر هم مصالوه، واني اصلي اصلا همينا مصلاوي، ففهمت الفكره انه الناس اللي احنا بدنا نحكي عليهم اكثر شيء هم افضل منا كلنا. وكذلك مثلا المشاهير اذا كثروا الانتقاد او الحكي على شخص ما تتوقع او لا تتخيل انه هذا الشخص سيء، احيانا اصلا يجوز هذا الشخص هالقد ما ناجح وهالقد ما الناس غيرانه وحاقده عليه يجي عليه هذا الحكي والانتقاد. كل ما ينجح الانسان بشيء كل ما يطلع له اعداء نجاح اكثر، واعداء النجاح بالنسبه لي هم يزيدوني نجاح. وصحيح غاسل ايدي وشبه خربه، بس هم نحاول وراها لازم احطهم بالرز او التمن. هم شوفوا الفانز مالتي عدنان ايش سوى بمثل هذا اليوم، كاتب انه لما ضاع البكي واتصلت على الشرطه، فكلش حلو الفانز مالتي واشكركم والله، يعني اموت عليكم وانا متابعكم كلكم. بهاي الجامعه العملاقه اكو حتى بقاله او بالاحرى سوبر ماركت كامله. ما راح ابقي شيء بنفسي، بس رجعت وجيت كله على مود ريفان عند المحاضر. هذه الفور سيز هي اللي ما يقدر يشتغل الكمبيوتر. Before I get started, do you think we can play the first video? لماذا أنا فقط لدي هذا الشعور؟ الوطن حين يستقر قلب المرء ويفقد جثته، الوطن يزرع بك غريزة العودة إليه. وطنك الحقيقي هو حيث تسكن روحك. فول الجوزي يلا كل ما تسعدني، شكرا لوجودك أسعدني والله. رحمه معي المخرج المبدع إيمان التميمي. لأول مرة أصعد منصة بيها شخصيات الكل أذكياء والكل قادة وكل الموجودين اللي جاي أشوفهم طبقة اجتماعية رائعة، فأنا كلش خايف منكم، فعلى كلكم من شفت أنه أنا مو مال أبقى موظف، أنا بوي أروح القائد. قلتلكم كلكم بيكم روحوا القائد. ليش قاعد أطاول؟ ليش قاعد تنتظر الفرصة؟ هي تجيني، لا أنا أروح لها. طبعا أنا سؤال جاب. عمر بس مايك الأخير أنا ما أحتاج مايك، ما أحتاج، صوتي عالي والله. أوكي سوبر. زين. أول شيء قد عمرك؟ ما قلت لنا. سألتك أنا قلت لي قلت أقدر، قدرت 30، أنت كان تقول لي ها هي 30 30 أنت. خلص 30 عمين. لا لا أريد عمرك. لا أنا شوي عندي مشكلة مع العمر. أنه أنا ما أحب أقول عمري، لأن عندنا مشكلة بالمجتمع. أحلى بهاء، بس توقيع. توقيعك حبيبي، شكرا. ما أحرجناك بس سؤال. لا كان جوابه قوي، والله قوي. ريفان التميمي باسمه عمي. حسوني راح دقيقة. اليوم نطلع عمر. ها. اليوم. يا اليوم اليوم بالضبط بعد اليوم الله العظيم نشرب عمر. هي انا جاهز خلاص، ما نحكي له حسوني ضبطني لوزني بالضبط. اليوم تلويز وجمبزه. يلا بس ركزوا على الشوارب، يعني شوارب عمي اكو عراقي عنده شوارب. نشوفوا بهاء كبار الشخصيات، السيد في اي بي. انا بالمؤتمر كل ثانيه عندي صديق جديد مميز، عثمان وحسين سعد. شوفي هسه راح تصعد على هاي الشجره، شافتها تموت على القمز على الاشجار هاي. عجيبه مو مزونه هاي. شوي والله مجنون، هاي بزونه ماكو مثلها، ما شايف مثلها. من نايا تنتهي بعد تروح من نايا. لا شدير بالي تنتهي من نايا. شوفي هي لعنان ذاتي. تعال تعال قرده ايش تسوين؟ والله ماكو هيك بزون. شوف وين طلعت، شوف اوف. وقت كرة الطائرة. فايضا راح نلعب طوبة وراح نستخدم الجوبرو. والله يستر لا تنكسر، بس عادي هو كيرز. شوف هي لو الجوبرو راح تنكسر لو مناظر، واحدة من اثنين. طيب
همزين صورت من كاميرتين، وهاي دائما المشاكل تصير وياي خاصة اني اكثر واحد. تذكرون لما انه قعدت بالماء وعبالي خربت، هي ما خربت بس قامت ما تصور بعد ما تصور، يعني يبدي التصوير وراي ينقطع منه بعده، فما صورت اي شيء للاسف، مع انه انا عبالي صورت منه انا لقطات كلش مميزة وكانت حلوة. ورا ما نخلص اكل نودع الاكل. اما هسه عندي فقرة الشعر ولازم الحق، كلش مستعجل. اعتقد هيك احنا مو بس جاهزين انما قمة الجهوزية. ليتس جو. رنيم اليوم هم حتساعدني، كلها واسطات عمي وراح يلوزوني. اليوم انا حاحكي شعر على المسرح، بدكم تضبطوني بالتصوير. حلو جو برو رنيم. حتى يا اخواني السوريين عندي واسطات اللي بدك اياها. هاي غرفة المونتاج والادارة منه انا، وراح يختاروا لي موسيقى تناسب الشعر مالتي. فهي راح تكون فقط اول مشاركة الي بهذا المؤتمر اللي هو فقط شعر، شيء بسيط اني مبدع فيه، وخلينا نشوف شلون راح يكون ادائي. بالله شلون معنوياتكم؟ فلفليشن. تعبانين؟ لا ابد ابد. عبودي اصلي لاجلك في كل حين، وامسح عنك غبار السنين، لماذا اراك حبيبي حزين، ويعصر قلب لك هذا الألم، سلام عليك على رافديك عراق القيم، فأنت مزار وحب ودار لكل الأمم. في الملتقى الخامس زعون الأحباب، فتحوا لنا القلوب وفتحة الباب، فتحوا لنا القلوب وفتحة الباب. ضحكنا هاك وطن ويليلك، ضحك جرحنا وانت ابونا الغالي، تدري نطلب منا ونسويلك، من نطلب الاكبر احبك اكثر. الله اكبر يا حبنا الاكبر احبك اكثر. الله أكبر نوقف لك إحنا نفوسك اللي جبينك، نمطيك كل شبان وفي بدينك، نريد ترجع الأول يا حبنا الأكبر نحبك أكبر. الله أكبر يا حبنا. والعرب غدا تاجك فحصاد اليوم وغرس اليوم غدا يحصد، لا لا لن نخلق عبثا لا شانا، بل لنعمرها دنيانا. هسه اليوم اكو واحد جاينا من امريكا، نرحب كلنا تحية قوية باليوتيوبر عمر زكي. فول تصوير عمي، كلنا نصور احنا، شنو هذا شغلنا. تحيه طبعا فلسطين حبيبي، حمد فلسطين. عيناك يا بغدادي منذ طفولتي. هلا عيد تفيد. مدي بساطي واملئي اكوابي، وانسي العتاب فقد نسيت عتابي. عيناك يا بغداد منذ طفولتي، بغداد جئتك كسفينتي متعبة، أخفي جراحي وراء ثيابي. فيها كبرياء سحابي، إن النجوم الساكنات عنا هي شوية بعد طويلة. تريدون واحدة ثانية لو؟ عاشت إيدك عمونا حبيبي إن شاء الله. تحية إلى فقدونا. عجبكم ما عجبكم عن نفسي رأيي الشخصي، أنا أبد ما أبدعت لأن أنا ما تدربت، بس عادي ارتجالي وتونست وتجربة حلوة والجاي أقوى. تعلموا دائما لما تشتري شيء لنفسك أو تأخذ شيء لنفسك جيب أصدقائك والأهلك وياك. أنا دائما أسوي هذا الشيء بحياتي والحمد لله ملاقي نجاح وتوفيق وفي شيء حلو كلش. التحدي ينزلون رأسهم باللبن ويطلعون الليرة. بلش 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 بلش.
لقاها لقاها لك عفية همام، قلت لكم همام راح يجيبها. همام همام نفس يلا. هاي الكلاسات ونفس الترتيب لازم بس لونهم ينقلوه هناك ونفس الشكل. والله مسابقة حلوة، فكرة حلوة. الشغلة صار بها اختطاف، صار بها اغتيالات، الله يستر. اللعبة انه احمد ابو الازرق يدلي ابو البنفسجي انه يمشي بين الكلاسات الوردية وما يطخ ولا واحدة. خطوة لي قدام، خطوة لي قدام، لي قدام مش مين محمود. بطل عافية، فاز فاز فاز. روح استلم الجائزة، خلي نشوف الجائزة شنو. افتحها تحضر وتحضر نستلم. ياه شلون جائزة؟ لا بس هاي نستلم غالية يعني. تحية لك. الحلو انه كل اللي طلعوا على المسرح هم اصدقائي هنا، حتى الربح الليرة همام الوردة. بس تدري شنو المشكلة؟ انه انا ديم وانا هدية بس انضيتهم. ليم كرم وعزة واخلاق وشرف كل شيء، حب وطاقة واحتراق. وهذا صديق، وهذا صديق اللي اعطيته الهدية مالتي. يا بعد ادليمي ادليمي فلوس، يعني فلوس يعني قرايب الليم يعني طلعات. شوف هاي الصورة من الملتقى السابق يمكن الرابع. والله ما اعرف شو احكي لكم شو اقول لكم، بس اليوم ثلاث مقاطع تراني منزل على الثلاث قنوات، وهم انا ورايا بث مباشر هسه وهواي شغلات، يعني كلش دا اتعب. بس ان شاء الله هذا تعبي ما يروح سدى، هذا تعبي راح اتذكره. هذا التعب وراءك واشياء، وراءك وانجازات، وماكو شيء اجى بسهوله ولا اني وصلت له اجى بسهوله، كله هو تعب وكله هو وقت. ما اطول عليكم، كل اقول لكم يا اني هسه حاليا مسوي بث على الفيسبوك، كتبوا على الفيسبوك عمر زكي جيمنج راح تشوفوني مسوي بث مباشر مال ببجي. بدنا نلعب سوي، ونزلت فيديو ببجي على قناتنا مال ببجي مال جيمنج عذرا، وعلى قناتي الثانيه منزلت فيديو كامل عن ماطوري جرين دايزر، شلون مواصفاته ونوعه وكل هالسوالف. وكلش تعبان، اشوفكم على خير، مع السلامه. كل شيء اسفل الفيديو.